أيضا يسأل يا فضيلة الشيخ عن لو دخل المسجد ووجد مسبوقا واعتم به. هذا لا، هذا فيه نظر، إذا وجد مسبوقا وأتم به وحصل هذا بالفعل وانتهت الصلاة فالصلاة صحيحة لا تعاد، لكن من البداية لا ينبغي أن يفعل هذا، لأن هذا كان مأموما في أول الصلاة، هذا المسبوق كان مأموما في أول الصلاة، ففي جعله إماما نظر، وفيه اختلاف بين أهل العلم، فالأولى أن لا يعمل ذلك، وإنما ينتظر إلى أن يأتي آخرون ويصلي معهم. نعم، بارك الله فيكم.